السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واصل معكم تقديم سلسلة دروس Lost Circulation، فقدان سائل الحفر، تصنيف أنواعه وكيفية التعامل معه وأيضا العلاج. تكلمنا في المحاضرات السابقة عن Lost Circulation من ناحية الكلاسيفيكيشن، من ناحية الأنواع، وشرحنا الطبقات اللي تصير فيها Lost Circulation، واللي قلنا هي قد تكون طبقات هايبر موبيليتي نفاديتها عالية، قد تكون عندي كسور طبقات فيها كسور طبيعية، أو طبقات يكون فيها تكهفات، أو طبقات يكون فيها كسور مستحدة. وتكلمنا عن أنواع اللوس سيركوليشن، تكلمنا عن السيرفيس لوسز والفورميشن لوسز، وقلنا موضوع دراستنا هو الفورميشن لوسز، وتكلمنا عن الستاتيك لوسز والدايناميك، وقلنا أن موضوع الدراسة هو الدايناميك، والفورميشن لوسز قسمناه إلى اللي هو السيبج الراشح البسيط والبارشيال والكمبليت والتوتال، وكل واحد تكلمنا عليه، وقلنا نحن ضروري نحدد النوعية أو نوع فاقد سائل الحفر عشان نقدر نختار العلاج المناسب. اليوم راح نتكلم عن موضوع بسيط جدا، وهو الأمور المتعلقة بالكتابة. يعني لما يصير عندي فاقد سائل الحفر، شنو الأمور اللي نحن نضعها في الاعتبار، وكيف يمكن نحن نكتب تقرير خاص بفقدان سائل الحفر؟ طبعا اول ما يصير عندك فاقد سائل الحفر تبي تدير ريبورت، يعني شيء طبيعي بتدير ريبورت، الى جانب الريبورت اللي عندك انت اصلا تقدم فيه يوميا في خانه خاصه باللوس سيركيليشن، راح نتكلم عليها في المحاضره القادمه باذن الله عشان يقعد الكورس في جانب عملي. فلما يصير عندك لوس سيركيليشن، في بعض الامور يجب انك انت تركز عليها وتبدا بكتابتها وتسجيلها، لان هذا تساعدك في اعداد الريبورت، والريبورت على ضوء اي يتم مناقشه الطريقه الصحيحه لعلاج الفاقد اللي صار عندي. فاول شيء راح نكتب مثلا نوعيه الفاقد اللي هو الستاتيك لوس ريت. يعني احيانا لما يصير عندي فاقد لسائل الحفر، اول خطوه نديرها اني انا نوقف الحفر لما يصير ونحس ان عندي فاقد، واذا كان البير فيه تغليف نرجع الى الكيسنج بوينت، اخر كيسنج بوينت نزلتها، يعني نسحب البايب ونسحب الفاس الى اعلى الى اخر كيسنج بوينت نزلتها، بحيث يكون الفاس والبايب في داخل انابيب التغليف، كي نكون في امان ونتلاشى وقوع مثلا كيك، ونتلاشى تساقط الطبقات ويسبب لي في ردم او يصير عندي ستك. فيفضل دائما لما يصير عندك كيس لوسز انك انت تسحب الانابيب الى اخر كيسنج بوينت نزلتها، وتبدا تسجل عندك في الستاتيك ستاتيك لوسز ريت. اذا كان عندك طبعا تبدا تراقب في البير من الاعلى، تشيك فلو لاين، تراقب البير من الاعلى وتشوف اذا كان عندك ستاتيك، يعني يبدا البير ينزل. يعني لو صار عندك دايناميك فشيء طبيعي يكون في ستاتيك، لكن لو كان في ستاتيك فمش من الضروري يصير عندك دايناميك. فلو صار عندك دايناميك فالبير حتى اثناء السكون يبدا يصير عمليه هبوط او نزول في مستواه، تراقبه من الاعلى وتبدا تسجل في هذا المستوى. وبرضه اذا كان عندك، طبعا انت لما يكون عندك ستاتيك راح يكون عندك دايناميك، حتى لما صار عندك فاقد سائل الحفر في السيرفس فراح تشوف كم نسبته، يعني كم الفقدان عندك، كم برميل في الساعة، والجي بي ام اللي صار عندك الفقدان، اللي هي قوة المضخة اللي صار عندك فقدان، أو معدل الضخ اللي صار عندك فقدان. وراح تاخذ أيضا النقطة الرابعة تسجل الديبت اللي صار عندك فيه اللوسز، والنقطة الرابعة والأخيرة سلوك أو طبيعة هذا الفقدان، هل هو صار بشكل مفاجئ أو صار بشكل جراجولي، يعني بشكل متدرج. إذا نحن عشان نعرفه او عشان نكتب تقرير يساعدنا على فهم طبيعة الفقدان، فقدان سائل الحفر، على ضوء يتم المناقشة في العمليات، على كيفية اتخاذ القرار المناسب والعلاج المناسب والمادة المناسبة من ال سي ام والتركيز المناسب، فأول شيء ضروري انك انت توقف حفر او توقف سيركوليشن وتطفي المضخة وترجع لعند اخر كيسنج بوينت انت حفرتها، وتخلي البايب والبت في داخل الكيسنج لاجل الامان وما يصيرش عندي ستاك بايب. تسجل معدل الستاتيك لوسز اللي صاير معاك، يعني توقف الحفر وتبي تراقب في مستوى سائل الحفر، راح يصير عندك فقدان وتناقص، وراح يكون التناقص كم برميل في الساعه تسجله. نفس الامر راح تديره للدايناميك، تشوف كم عندك انت دايناميك فقدان في الدايناميك، لما كان عندك حفر فكنت تفقد في 50 برميل، 30 برميل، 40 برميل، 60 برميل في الساعه، هذا تسجله
وتسجل الجي بي ام، قوه المضخه اللي صار عند الكلاب. تدير تشيك على كل السيرفس لاين اللي عندك فوق في السطح، يعني تشوف الخزانات، البايبات، اللاينات، هل انت الامور كلها ستيبل، الامور طيبه، ام ان عندك ليكج مثلا، وكان عندك ليكج تحدد مكانه وتعرف كم فقدت، لان مش معقوله تاخذ قرار ان عندك بيرميشن لوسز وانت في الاصل عندك سيرفس لوسز، يعني عندك سيرفس لوسز، فهذا تصير ايضا مشكله. دير تشيك انت والمد لوجر والمد انجينير عن الفوليوم اللي صاير عندك في الخزانات، هل صار عندك تحويلات من خزان لخزان؟ انت مرات على سبيل المثال المود جينير او الديركت مان يحول 50% من السكشن للريزيرف تانك بشكل او باخر، او يهرب من 50% من السكشن الى الريزيرف تانك. الريزيرف تانك معلش سنسور، ما هوش خاص في حسابات المود لوجر، بس السكشن عليه سنسور. فاللوجر شو راح يسجل؟ راح يسجل انه فقد 50%. فانت قبل ما تاخذ قرار ان اللوسز اللي صاير عندك توتال او كومبليت، دير تشيك، كلم المود لوجر، كلم المود جينير، كلم الديرك مان، تقول له انت شنو درت ترانسفير؟ يقول لك لا انا حولت 50%. باي، لما حولت 50% المفروض انت تبلغ عليه 50%، لان حصلت لنا مشكله واتخذنا قرار بان في لوسز وراح يترتب عليه عمليات. فدائما يتم التاكيد ويتم التنسيق مع المود لوجر والمود جينير. برضو ايضا مهم جدا للغايه انك انت تنسق لو كان عندك عمليات، مثلا لو كان عندك كيسنج، لو كنت في البحر وكان عندك رايزر مثلا، هو الانبوب الواصل ما بين المنصه الى سطح او عمق الى ارضيه البحر. فضروري انت مرات يكون عندك الفورميشن، يعني مش متوقع ان يصير عندك لوسز في الفورميشن، او ان مثلا الفورميشن يعني ما فيش احتماليه لوقوع لوسز في الفورميشن. فدير تشيك مع الكيسنج الانجينير، تقول له انت كيف عندك نزلت كيسنج، هل صاير عندك ليكج او ليكينج في الكيسنج؟ مرات تصير عندك ليكينج في الكيسنج، مرات تصير في مشكله في البكر مثلا، او يصير عندك ليكينج في الرايزر، ليك الرايزر اللي هو الانبوب اللي في الاويل في الاوف شور يعني في البحر. فهذين ضروري تشيك عليهم، يعني قبل ما تاخذ قرار ان عندك لوسز ضروري تدير تشيك كامل على السيرفس لاين اللي عندك وعلى الخزانات، بحيث انك انت قبل ما تاخذ القرار تكون عارف ان ما فيش عندك سيرفس لوسز، وبالتالي تقدر تقول والله انا عندي فورميشن لوسز، وعلى الضوء يتم اتخاذ قرار اختيار الماده والعلاج. تحياتي طيبه لكم، ان شاء الله في المحاضره القادمه راح اقدم لكم تفاصيل اكثر، وراح نتكلم عن التقارير الهندسيه. الى اللقاء.